وعليهم واحده بولينج. بقول لك ايه، صلي على النبي، البيعه دي برضو داخله ب 300، اللي هيطلع 100 جنيه حقهم له برضو. صلي على النبي. هات لي بقى اخر عرض بقى عشان خاطر استاذه اسماء، كل ده انا بعمل عروض عشان خاطر استاذه اسماء عندنا. طيب في ناس بتسال على المكان. المكان ايه؟ مكان فين؟ المكان بقى شارع الترعه ابو سليمان، شارع الترعه من عند بيت البوز، امام بيت البوم ده، محل بوفوس مشهور. وعندك الصفحه بتاعتي برضو اللي عايز يتابع، صفحه اسمها المعلم ميمي، والاستاذه اسمها برضو مشرفانا. عندك بقى قطر بيطلع دخان وبترفس كانه ماشي في جنينه. بص القطر عامل ازاي، قطر جامد قوي، خلي بالك القطر ده يعني ملوش حل. هو اللي عايز العرض يعمل ايه؟ العرض يبعت يا باشا. بص انا قلت حاجه، اللي عايز عرض، عايز اي حاجه يوصل له المكان وشح، بيبعت الفلوس الاول وسكرين شوت بالفلوس والمكان بتاعه العنوان ورقمين تليفون، بيتبعت معاهم العرض وبيحاسب شركه الشحن. شركه الشحن انا هتفق معاها ان العروض الصغيره تاخد عليها مبلغ رمزي، بس هي على حسب العروض. والعرض ساري لحد يوم الجمعه، واللي مأمن يبعت، واللي مش أمني أنا آسف يجي يشرفني ياخد اللي هو عايزه. طب والرقم إيه بقى؟ رقم إيه؟ الرقم، الرقم بتاعي أنا اللي هو بقى رقم المحفظة 012 0 012 0 4 4 8 7 7 1 7. طيب ممكن نشوف الموبايل بس؟ الموبايل تاني؟ آدي الموبايل أهو باشا، اللي ما شافش الموبايل يشوفه تاني. بص بقى الموبايل ده على مسؤوليتي أنا، هو في موبايل ب 2700. بص بقى الموبايل ده اهو بعلبته، حاجه جديده. بص يا باشا، اول حاجه ده الشاحن، ادي الشاحن اهو، وادي السماعه، ادي سماعه، وادي السكرينه بتاعت الموبايل، يعني مش هتجيب سكرينه هتركبها على طول، ودي البطاريه، ومعاك ظهر هديه، ومعاك الضمان بتاعه، وادي التليفون اهو. وادي جراب كمان، جراب للتليفون، جراب شفاف عشان يحمي لك التليفون. وادي التليفون اهو على مسؤوليتي. التليفون ده نوع ايه؟ التليفون ده اي بلس، اسمه اي بلس. بقول لك ايه، تليفون 32 جيجا، 32 جيجا بس تليفون. بص هيعيش معاك، عارف ليه هيعيش معاك؟ عشان الشركة دي بتتحدى أي حد دلوقتي، وأنا بتحدى أي حد عشان معاه ضمان سلبي. وبعدين سيبك من التليفون، أنا هعطيك ساعة سمارت هتجيلك دلوقتي عليه هدية. يعني الساعة اللي هتتكلم فيها من التليفون اللي هي الساعة الشفاف اللي سمارت بتتباع بكام؟ اسأل على الساعة، أنا ابني لسه شاريها ب 650 جنيه. يعني أنا هديك ساعة وهديك التليفون والضمان وكل ده ب 2700 جنيه. وأتحدى أي حد في الأسعار دي. ده التليفون. معاه كل محتوياته، معاه كل محتوياته، والسكرينه مش هتجيب حاجه من بره، انت حضرتك هتشتري كل حاجه معاك، كل حاجه معاك بالضمان بتاعه كمان سنه، ما بنهزرش، سنه ضمان، سنه اهو بحاجته كامله، واللاصق فينا ياخد مننا. طيب لو حد عايز يشتري، يشتري ازاي؟ يشتري، ما انا بقول لحضرتك اهو، اللي عايز يشتري من ليبيا. الناس بتقول لك احلى مسا عليك. احلى مسا عليك يا باشا، شرفتونا بتاع ليبيا والله، احلى مسا عليك. وبمسي على ابو عبد العزيز، احلى مسا عليك ابو عبد العزيز. شيخ بدر انا مستنيك بقى النهارده، انت شوف انت هتعمل ايه حبيبي يا ريس. بص يا باشا التليفون، بص التليفون بتبعت فلوسه على المحفظه، وتبعت سكرين شوت، وتبعت العنوان بتاع حضرتك، ورقمين تليفون، عشان الشركه ساعات بتتصل بتلاقي التليفون غير متاح، تبعت لي رقمين تليفون، هبعت لك البوليس على طول، الشحن على حضرتك، بيوصلك لحد مكانك. زي ما انت عايز تيجي تاخد من هنا تعالى، عايز تاخد من سوق الجمعه تعالى، الكلام ده لحد يوم الجمعه بس، محدش يسالني يوم السبت على تليفونات، اخر يوم الجمعه. ده العرض ده بتاع التليفون 2700، ومعاه ساعة هدية سمارت، الساعة كمان 10 دقايق جاية. ايه رأيك في التليفون دوت؟ نوعه اي بلس، اي بلس يو 60. اي بلس اهو، ما انت شوف نوعه اي بلس، اي بلس اهو، اي بلس. بعدين انا سيبك من التليفون اهو، انا بقول لك معاك ضمان سنة، معاك ضمان سنة، يعني التليفون جربه حاجة بتاعي، هحصل له حاجة بتاعي، فأنت معاك ضمان سنة. حبيبي من الجزائر، السلام على احلى تحيه ليك يا راجل، احلى تحيه من الجزائر، وبرحب بالناس كلها.
نخش بقى على عرض اللعب. اخر عرض هطلعه النهارده عشان خاطر تشريف استاذه اسماء. بص بقى القطر ده بالسكه بتاعته بالخضره بتاعته بالشجر بيترص رصه جامده قوي. القطر ده عامل 225 جنيه. ادي قطر ودي عليه. بص بقى عليه طقم دكتور عشان بنتك تطلع دكتوره قد الدنيا وابنك يطلع دكتور. ادي اتنين. لا بقى بص أوبا. دي عروسه بالدكتور بتاعها يعني بتكشف على العروسه. عروسه بتكتب بتكشف عليها. ادي ثلاثه وعليهم مسدس نبله. ادي اربعه وعليهم طقم بولينج. ادي خمسه وعليهم واحده باصل. ادي سته وعليهم لوزر. ادي سبعه وعليهم يا سيدي. بص بقى هي دي المشكله بقى. دي بقى الطقم وموسيكل بس معدن. خلي بالك ده بيتباع ب 125. البيعه دي داخله في 800 جنيه لو انت هتشتريها من بره. دي اخرها كده اللي هيطلع 300 جنيه هتقول لي. قول ب 300 جنيه وصورهم. 300 جنيه عرض ب 300 جنيه. اهم. دول ب 300 جنيه. وصور عشان الناس تقول لك انا عايز العرضه ب 300 يبقى عندك 2 4 6 8 حتت. ب 300 جنيه ده العرضه ب 300. عرض يا عم انت ب 300 جنيه العرض ده. تمام. يبقى اللي عايز تليفون هياخد عليه ساعه هديه سمارت ساعه. وفي حاجه تانية لو عايز بدل الساعه اربوط ولا اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه اهو. بص بقى صل على رسول الله دي الاربوط اسمها ايه اسمها ايه يا ابني؟ اربوتس ولا اسمها هي سماعه بالبلوتوز يا راجل. بقول لك ايه ب 500 جنيه يبقى انا هحط لك التليفون ده عليه السماعه دي وب 2700. صلاه على النبي. يبقى يا تاخد ساعه سمارت يا تاخد سماعه اربوز. اي بقول لك اي حاجه في اي حاجه. خلي بالك انت كده كسبان يعني انت طالع من باب الجمال. بس ايه رايك فيها يا شيخ بدر؟ ها قول لي بقى انت ايه رايك؟ الوصلات النبي بكام؟ يعني انت دلوقتي هتاخد التليفون بمحتوياته بالسماعه بتاعته بضمان سنه وعليه سماعه هربوز 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 سماعه بليتوز. ايوه ايه؟ ايوه ماشي. هديه فيهم ب 2700 كام العرض ده؟ يا اما ده كده ب 2700. العرض ده ساري لحد يوم الجمعه. لحد امتى؟ يوم الجمعة. اخر اللي عايز يبعت بيبعت الفلوس على المحفظة الاول. تبعت الفلوس الاول وبعد كده تبعت رقم تليفونك وسكرين شوت والعنوان ويوصلك لحد مكانك. اللي واثق فينا يشتغل معانا. اللي مش واثق فينا يتفضل يجي ياخد التليفون لحد هنا وانا كلامي واحد. خلي بالك والناس كلها عارفين دول كده ب 2700. مش عايز السماعة الاربوز تاخد ايه؟ ساعة سمارت هدية اللي هي بتتكلم فيها برضو معاها ساعة جاية دلوقتي عليها ساعة سمارت. بديك هدية المهمة فوق الشغلة دي. اهم الاختيار. يبقى عندك دول اهم بالصلاة على النبي اهم. وخلي بالك اوعى تنسى الكتكوت بتاع الوشوار.